عسلمة. سلمك. لبس. الحمد لله. قدم لي روح. اسمي عماد عامر. مرحبا بي عماد عامر. قلت لي باش تحكي لي على تجربتك في الغربة، وأول ما هبطت لتونس صارت لك برشا مشاكل، باش نعطيك الكلمة. أول حاجة باش نحكي لكم أنا على الغربة، كيفاش عديت الغربة. أنا بالنسبة للغربة من عديتها سفير لتونس. ياما رجال أعمال قابلتهم، ورجال أعمال قابلتهم هذوما يخدموا مع تايوان ويخدموا مع تايوان قبل ما توصل تو، ولا رجال أعمال تخدم مع ألبانيا وك البلدان. أنا اللي حسب ما حكيتولي أنت كنت معناها ظروفك المادية سافا على الآخر، أول ما هبطت لتونس صارت لك اضطرابات نفسية. مش من النقطة هذه نحكيو. أنا مرضت في إيطاليا، تعديت على بسيكاتري، داواوني كل شيء. داواو ما لقاو حتى حل. مرض شنو هو أسبابه؟ هو أسبابه نخدم مخي ياسر، خاطر نخدم مخي ياسر. وعامل نقطة، عامل هدف. أنا عامل هدف بروغرامي وكل شيء. عملت أرتيكل الأرتيكل هذاك نجح 4 سوايع، وأنا على كرسي وقاعد نتحدث على اليد العامله التونسيه وعلى تونس 4 سوايع. حتى كرشي وجعتني ما نجمتش نستريح. عملت لك لابوراسيون هذاك، وراو الماشين كامله. الماشين هذه في فيرونا وانا في فيجيفانو بافيا بعد ميلانو. برا نجحت في ايش يقولوا له، هو في الكلام وفي الموديل وكل شيء. قالوا لي برا شوف لوكال، الكوميرسير قال لي برا شوف لوكال ونهبطوا لك الماشين لتونس. الحال جاء حال رمضان، لشكون باش نتكلم انا باش نشوف لي لوكال وانا في ايطاليا خدام. انا نخدم في ايطاليا وسوايع الزاده قوموا نعب موديلوات، ديما عندي امباني نتاع سوايع وكل شيء. وحالي معنا كري وضو وغاز وسبيسة هي القضية. وما قدرتش، عملت تليفون أقرب الناس لي هو عمي تاجر في الأسواق. جيت تتكلم في عمي قال لي اختاني رمضان ما تكملش على الحمام فيها. خلينا عماد نحكيو على النهار اللي هبطت فيه لتونس، معناها من وقتها انت مرضت اكثر. كيفاش هبطت لتونس؟ سيدي صار لنا كريز عندك، نخدم في ايطاليا، صار لنا كريز هذا يصير الكريز فتره معينه، يصير كريز لا خدمه لا قدمه لا حتى شيء. توجهت للريسك برا نخدم في الريسك، وانا نتسلك اموري خاطر نعرف عندي لغه طليانيه وماشي بواش فيا، اللي انا تونسي وبرشا لغات وكل شيء. حتى كي نقول لهم انا تونسي طلياني، كي نقول انا تونسي ما يمنيش. علاش؟ على اللغه نتكلم بالكدا وانا بالديالات نتاعهم، نتكلم حتى بالديالات نتاعهم. حسيت تبعت ريسك. بعد طاحوا بيا ولاد الحلال قالوا لي انت بوك ديما وحدي في ايطاليا، ديما وحدي معايا جروب نتاع صاريات نتاع مبرمج حياتي. قالوا لي جيب لنا الساك نتاع فلوس بكاش نقتلوك. قلت لهم يا ودي راني نخدم في ميلان وكل شيء نخدم. قالوا لي انت معاك تخدم على الحاكم وتخدم على هذوك وتخدم على كل شيء. يا ودي اختاروني، يا ما تضربت يا ما فكوا لي فلوسي
ياما واحد جيت لخويا عملت تليفون عندي خويا هو اللي هنا هو تو عنده من وقت الكورونا هو روح يخدم في تونس يخدم في تونس مقاول في تونس يخدم في تونس والحمد لله عملت تليفون قلت له نروحوا درجت خلي نجيك من ستاسيون تاع بيجيفانو ديريكت القنصلية القنصلية تشيكو بياتسا تشيكو جرناتا ديريكت القنصلية ناخذ لي سي باسي من القنصلية خلي باسبوري و خلي باسبوري و بعضه معايا مرافق بعضه معايا مرافق قال لازم نروحوا بيه انا قبل ما نوصل يروحوا بيا عملت عندي دوسي مع المرشد تاع المرشد القنصلي قال لازمك تروح ما كانش تخلينا تعطينا 15 مليون 15 مليون حق صندوق حق صندوق تروحوك بيه خاطر غاديك ما خطير عبد خطير مختر انا به روحت لتونس كي روحت لتونس قالوا هذا بعض اكسبيرسي ما يعرفوش مشيت تعدي مشيت نعدي نعدي بالفلوس عديت عند السلام عمار وعديت عند في نجا في عند بسيكاتري عطاوني الارتال وكل شيء قلت له ما يلعبنيش مريض انا قلت له ما يلعبنيش الارتال فماش دواء اخر قالوا لي هذاك اللي عندك انا استعملت الدواء الحمد لله بعد خذيت رجلت ورقي ويت عادي في الرازي اما مشكل مش مشكل الرازي العبيد اللي تعيش معاهم يا لطيف يا عملوا لي براكاجات وفي تونس في تونس اي في تونس اي في تونس ما غير ما نسمي المنطقه ما يعرفوكش وهاو جاي من ايطاليا هاو جاي من واحد قلت لي تعرفت على مرأة في المصحة الرازي تعرفت على مرأة في مصحة الرازي سيدي عندها 7 سنين أول بخت ضايع كيفاش؟ تعمل موزايك ارتيزان هي ارتيزان وانا عندي في انا بروفيسيونيل علاش بروفيسيونيل خاطر ولد بلاد نعرف السلعة من تشرى دي شي أي حاجة البرودكسيون وين تتباع وين كل شيء وين حبيت نعاونها هي لا قالت لي ناخذك قالت لي نعرس قلت لي بنتي ما نعرسش علاش؟ ما نعرسش بها خاطر الزوزة هي مريضة وأنا مريض ما شكونش يهز صاحبه أنا مش نهزها ولا هي باش تهزني فهمت كيفاه؟ ما سالتنيش انا نحب مراه راجل كيفاش تحبها انت؟ نحب مراه بمستواها خاطر مثقفه خاطر نحن باش ندخلها في اسره كلها مثقفه كلها سبورتيف كلها ملابس عليها ما نحبش كيما عملوا عندي خواتي اللي عارس قطوس في شكاره واللي جابنا لفعه تفرق فينا ودا اخواتي مش شرقيين البارح ولا يقسم بالله البارح تفرق فينا عندي خويا لابس عليه خويا لابس عليه هذا حنعرفوا حنين اما هي تجيناكم عندك الدينار ولا الف فرنك ولا 3000 ولا 20 ولا 5000 ولا حاجه تقف كالشوكه لا ما تعطيش وخواتها هي ونسابوا هم هو اللي عمل لهم ردهم رجال فهمت كيفاه؟ تميز في هذا في هذا اما مش مشكل يمين البكوش في صدره يعطيك الصحه